ده الخاتم راح فين؟ يا نهار اسود، الخاتم انا كنت عينه في الدرج. يا امي ما شفتش الخاتم اللي كان هنا؟ يا امي نعم، ما شفتش الخاتم بتاعي اللي كان في الدرج جوه؟ لا والله ما شفتوش خالص. ايه ده؟ امال راح فين؟ يا حمود، ما شفتش الخاتم بتاعي اللي كان جوه؟ لا 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 والله ما شفتوش. يا تفيدة، ما شفتش الخاتم بتاعي؟ لا والله ما شفتوش. بقول لك يا بابا، ما شفتش الخاتم بتاعي؟ لا ما شفتوش. بابا امال هو راح فين؟ الله، ده انت يوم كسر يا بابا. مش عارف يعني الخاتم ده راح فين، والله مش عارف. اهلا، ايه ده؟ انتوا اللي سرقتوا الخاتم؟ سرقناه. ورينا بقى تعمل ايه المره دي. اعمل ايه؟ بقى اكيد لازم اجري. يعني ده بيجري، استنوا سيبوه، انا هعرف اوقفه. انتوا كده بقى تروحوا تاخدوا حقكم منه. ايوه. ايه ده؟ عسل انت. انتوا بتعملوا ايه؟ انا بقول لكم اضربوه مش قلبوه. في ايه؟ مالك؟ العيال سرقوا مني الخاتم. طب انت تعرف هم قاعدين فين؟ ليه يعني؟ هتعرف تجيب لي حقي مثلا يعني ولا ايه؟ لا بس عندي فكره حلوه. ايه ده؟ دي صواريخ. طب وانت جبت الصواريخ دي كلها منين؟ الله يخرب بيتك. تحوشت السنه، كنت محوش السنه كلها عشان اجيبهم في رمضان. قشطه، ده احنا هنمسك العيال دي هنعلمهم الادب. يلا بينا.
الله ينور عليك. انت ما حدش يقدر علينا طول ما معانا الخاتم. بس تفتكر ان عبده ما يعرف يعمل معانا حاجه؟ طول ما معانا الخاتم عبده مش هيقدر يجي علينا. هو انت متاكد انك انت لو ضربت الصاروخ هنا هم هيجوا؟ اه اكيد طبعا هيجوا، دول عاملين زي الكلاب بيشمشموا على اي حاجه. بص بس لما الصاروخ يولع شوفهم هم هيجوا. مين اللي بيضرب صواريخ هنا؟ تعالوا والله يا رجاله نشوف. ايه ده؟ هو مفيش حد هنا. امال مين اللي كان بيضرب صواريخ؟ اللي سامع حته بس صواريخ الوقت. مين اللي فلق الصاروخ ده يا جدعان؟ انت اللي فلقته؟ ما انا يا عم واقف جنبك من ساعة ما ضفتش حاجة. انت اللي فلقته؟ انا قاعد جنبك من ساعة اهو فين؟ امال مين اللي فلقه يعني؟ دي ما يكونش انت. لا انت اللي ضربه. دي ما يكونش انت اللي ضربه. ادينا الخاتم بسرعة. خد اهو. خد دينا الخاتم. عشان اول ما عاد تسرع الخاتم. مش عيب عليك يا اسطى لما ياخدوا منك الخاتم؟ يا عم كده هيولعوا فيا بالسلك. بقول لكم ايه؟ احنا هنروح وهنجيب الخاتم والمرة دي غير أي مرة. يلا بينا.